السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقة رقم 74. قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، خلي نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك. وشكرا على الدعم بالحلقة الماضية يا شباب، وشكرا للمنتسبين بالقناة. واذا حاب تشوف المقاطع قبل لا تنزل بيوم، ما عليك سوى الانتساب بالقناة يا صديقي بالفئة الفضية فما فوق. هسه راح نروح مباشرة ونشوف جدول مبارياتنا لليوم. عندنا مباراة ضد لايبزيج، راح نلعب ايضا ضد رايو فاريكانو، هذه مباراه سكيب. نلعب ضد لايبزيج مباراه اخرى يا شباب، هذه المباراه اعتقد بدور ربع النهائي بالفعل. فمباراه جيرونا نسوي لها سكيب، نلعب مباراه اسبانيول، وايضا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا اذا وصلنا النصف النهائي. هذا ترتيب الدوري حاليا، الفارق نقطتين فقط على برشلونه صاحب المركز الثاني. هداف الدوري كيليان مبابي عنده 24، وميسي قريب، ميسي قريب جدا من كيليان مبابي. اما هدافين الابطال، ميسي بالصداره، ديمبلي عنده 3. للاسف مبابي ما عنده حظ يا شباب هذا الموسم، ما راح يكون هداف للابطال، صعب جدا. قلت لي بالحلقه الماضيه مصطفى خلينا نشوف التشكيله وشلون تضبط التشكيله، فان شاء الله راح اخليكم تشوفون التشكيله. طبعا بالنسبه للاعبين راح انزل اللاعبين الاكثر جاهزيه، وميليتاو، ميليتاو جاي يجيب بينا العيد كثير يا شباب. المباراه الاولى بالسانتياغو برنابيو على ملعبنا وامام جمهورنا مباشره. صافره الحكم، بدايه المباراه، ريال مدريد لايبزيج، دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. الضربه الركنيه، يلا 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 اضرب، لا 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 الحارس، ممكن عرضية، ممكن عرضية، هازارد، داني ألفيش على القائم البعيد، يا ألفيش توصل تشافي، تشافي تشافي، لا 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 تأخر بها تشافي، كرة تشافي، ممكن عرضية تشافي، يا سلام، يلا يلا، أوه جول، جول أول عن طريق كيليان مبابي، 1-0، يا سلام على مبابي. كرة عرضية عالية، دير بالك دير بالك دير بالك، راح يلف ويصوب، راح يلف ويصوب، لا يا حبيبي لا لا، المباراة على ملعبنا، هدف التعادل لنادي لايبزيغ. والله منو 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 يسجل لنا الثاني، منو يسجل لنا الثاني يا ديونج، لا 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 لا، جوردي ألبا أنت أسرع، يا سلام يا سلام يا سلام على ألبا، هي الكرة العرضية، هي الله 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 الله، سهلة بيت كاريوس، كرة طويلة، اضغط عليه كينيني، لا تنطي مجال، لا 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 راح يجيب الثاني، راح يسجل، لا يا شباب المباراة على ملعبنا، شنو اللي جاي يصير؟ اخطاء بالجمله من الدفاع، نزلت روبينيو، نزلت يوفيتش، روبينيو، يا سلام، لا 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 يا ديمبلي، دفاع 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 قوي، لازم اعتمد على العرضيات كثير، لازم امرر ليوفيتش كرات عرضيه، امبابي العب الى يوفيتش، يا سلام يوفيتش، الدفاع الدفاع الدفاع، يا الله، يلا يا تشافي، نحاول بتشافي، ممكن جول تشافي، ان شاء الله جول جول جول، الله 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 الله، لا 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 لا، شنو هذا الحظ، لا يا حبيبي لا، داني الفيش، العب يا الفيش، يا سلام سلام ديونج، الدقيقة 70 يا شباب، التعادل أفضل من الخسارة أكيد، المباراة على ملعبنا، يا الله يا مبابي، التصويب، لا 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 لا، ضاعت ضاعت الكرة بعده 2-1، نزلت هولك بدل عثمان ديمبلي، تشافي تشافي تشافي، العب يا تشافي، يا سلام هولك كول 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 كول، تلعب على الطرف، حلوة إلى داني ألفيش، عرضية ألفيش، يا سلام يوفيتش يضرب، يا الله، ترجع الكرة عند هالك، يلعب على الطرف، جوردي ألبا، يا سلام يا سلام يا سلام، يلا يا ألبا يلا يا ألبا، راح يموت ألبا علينا، يا حبيبي ديونج، ديونج على القائم البعيد، مبابي يضرب، لا 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 لا، ما محظوظين، يا الله يا شباب، الدوري الأبطال هذا الموسم صعب صعب جدا علينا، بسبب اللاعبين الكثار اللي ما عندهم خبرة برض الملعب، يلا يا جوردي ألبا، ألبا ينطلق، يا سلام، ألبا، هي العرضية، يلا يلا، أولا لا أولا لا لا، اوب 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 اوب، يلا داني الفيش، الفيش على الطرف، يا سلام، يلا يا الفيش، يلا يا الفيش، يلا يا الفيش، العب 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 العب، روح 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 روح، عرضيه عرضيه، سهله سهله بيد حارس المرمى، للاسف ضاعت. روبينيو انت نزلت بالشوط الثاني يا روبينيو، يلا يا يوفيتش، يلا يا يوفيتش، لا لا يا شباب، شنو هذا، شنو اللي جاي يصير برض الملعب، اوه اصابه لداني الفيش، ارهاق كبير على اللاعبين، دير بالك، لا 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 لا، جول، الله 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 الله، جول 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 جول، لايبزيج والهدف الثالث بالسانتياغو برنابيو، خطأ دفاعي، شوف 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 شنو هذا، خلاص يا شباب صارت صعبة، والإياب راح يكون أصعب أصعب أصعب، بس راح أنزل بتشكيلة جدا قوية بمباراة الإياب، يلا مبابي اصعد اصعد يا مبابي اصعد يا مبابي، يا سلام يا سلام يا سلام، لا لا لا، خلاص خلاص، صافرة الحكم
3-1 نخسر على ملعبنا وامام جمهورنا، لازم نفوز 3-0 بملعب لايبزيج، لاعبهم اللي سجل اغلب الاهداف هو افضل لاعب اعتقد سجل هدفين، وهذه نتائج باقي مباريات دور ربع النهائي. الموسم الفائت خسرنا بالابطال يا شباب وما تأهلنا لمباراة النهائي، اعتقد نصف النهائي طلعنا وربع النهائي ايضا، هسه مباراتنا ضد رايو هذا سكيب، وهذا الموسم راح نخرج ان شاء الله ما نخرج، راح انزل بتشكيله جدا قويه بالاياب، راح اريح اغلب اللاعبين بهذه المباراه. هذه التشكيله اللي راح نعتمد عليها بالمباراه اللي راح نسوي لها سكيب ضد رايو فاليكانو، طبعا خليت هالك ورياض يشاركون، ان شاء الله نفوز بالمباراه، لازم نريح لاعبيننا يا شباب، وفزنا فقط 1-0 نبقى بالصداره وبرشلونه يبقون بالمركز الثاني. هسه مباراه العوده ضد لايبزيج بملعب لايبزيج، لازم الفوز بهذا اللقاء، مباراه صعبه اكيد، بس 3-0 مو نتيجه كبيره يا شباب، ممكن نسوي الريمونتادا. هذه تشكيلتنا اللي راح نعتمد عليها بهذه المباراه، تشكيله يا شباب قادره على تسجيل 3 اهداف، ان شاء الله نقدر نفوز. ريد بول ارينا ملعب لايبزيج، مثل ما سجلوا 3 على سانتياغو برنابيو نقدر نسجل 3 بملعبهم. صافره الحكم بدايه المباراه مباشره، ان شاء الله يا شباب محتاج لنا هدفين، الشوط الاول لازم ينتهي 2-0 باذن الله نقدر. يلعب الامبابي، يا سلام، يلا يا عثمان، ديمبلي الهدف الاول، الهدف الاول، اي يا حبيبي هذا اللي لازم يصير، هدف اول باول 8 دقائق، هذا الصحيح يا عثمان يا ديمبلي. يلعب الى روبينيو، يلا يا روبينيو، انطي انطي لمبابي، مبابي وين 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 وين، يلا 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 يلا، با 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 با، رهيب رهيب، تحركاته سريعه. هازارد ممكن الى متويدي، توصل الكره متويدي، يلعب الى هازارد، الى متويدي، الكره بالشباك، لا 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 يا متويدي. شوط اول 1-0 فقط، ما قدرنا نسجل هدفين. العب 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 الى عثمان، ديمبلي ديمبلي يمر، يا سلام يا سلام، يلا روبينيو، الله، بقى هدف يا شباب، بقى هدف يا شباب، انتوا قدها باذن الله قدها، نقدر نفوز بهذا اللقاء. دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك، هذه خطره، يا سلام يا سلام يا كازياس، يلا يا هازارد، العب يا هازارد، ترجع تشافي، تشافي يلعب الى هازارد، توصل 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 توصل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، با با با، جول، صعبه لكنها مو مستحيله يا شباب، هو 3-0. كيليان مبابي اخيرا يسجل بالابطال هذا الموسم، ما اعرف شنو مشكلته بالابطال لكن سجل بالوقت المناسب. انزل هالك بدل عثمان ديمبلي، ونزل اوريانا بدل داني الفيش، اوريانا راح يلعب هذا المركز ما عنده مشكله، ايضا تشافي راح يطلع وراح ينزل الميندرا. دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك، يلا يلا يا كازياس، مبابي يلعب الى هولك، هولك 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 هولك، ممكن ممكن واحده منك يا هولك، يلا يا هولك يتقدم، خلاص هي نهايه المباراه، هي نهايه المباراه، لا 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 لا، ورجع رجع رجع يا شباب، ارجع 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 ارجع، الكل يرجع، الكل يرجع، الكل يرجع، اخر 3 دقائق، اخر 3 دقائق، خلاص سوينا الريمونتادا، كفيتوا ووفيتوا، خلها تنتهي، صفر يا حكم، انهي المباراه يا حكم، فزنا يا حكم، خلاص فوز صعب جدا على لايبزيج يا شباب، 3-0 بمباراة الإياب بعد ما خسرنا بمباراة الذهاب 3-1. ديمبلي أفضل لاعب بالمباراة، وهي نتائج باقي المباريات، أرسنال ليفربول مانشستر وريال مدريد بدور نصف النهائي. هسه مباراتنا ضد جيرونا سكيب، طبعا المباراة راح نسوي لها سكيب، بس اكيد راح ننزل يا شباب تشكيلة احتياطية، دلخت خله يرتاح خله يرتاح، ننزل يا شباب ماثيو، فهذه تشكيلتنا اللي راح تنزل ضد نادي جيرونا، ان شاء الله نفوز عليهم، ومثل ما تشوفون رياض جاي يلعب، بنزيما جاي يلعب، رودريجو ايضا جاي يخليه يشارك، بس نسوي لها سكيب يا شباب لان ذول اللاعبين بعدهم ضعفاء حتى يتطورون، وبنفس الوقت نختصر الحلقة، فزنا فقط 1-0 ونبقى بالصدارة ويبقى الفارق نقطتين فقط على برشلونة. هسه مباراتنا ضد اسبانيول، خلينا نشوف مركزهم، جوا المركز 14 سكيب، بالمركز 13 راح العب مباراتهم، مباراتنا راح تكون ضد نادي مانشستر سيتي بنصف النهائي، انا جاي افكر اتعاقد مع اللاعب نيمار، لكن المشكلة عندنا هازارد، هازارد ما جاي يجي له عروض، سياسة الانتقال وحاطينه على قائمة الانتقالات. اوكي ان شاء الله يجي له عرض يا شباب، خلي نروح ونتعاقد يا نيمار، نيمار عمره 33 سنة، هازارد 34، يعني فارق سنة بيناتهم، أنا راح أجيب النيمار يا شباب ونبيعه بعدين إن شاء الله، فنروح ونطلب نيمار، بدأ مفاوضات الانتقال ونحاول يعني نعطيهم مثلا
145 مليون ونقنع اللاعب ايضا براتب شويه عالي. تشكيلتنا اللي راح ننزل بها ضد اسبانيول راح اعتمد على بوفون بما انها مباراه بالدوري. جوردي البا ما جاهز، نزلنا ناتشو مونيرال. اللاعبين الجاهزين ايضا عندنا ماتويدي راح ينزل بدل ديونج. اما خط الدفاع فتياغو سيلفا مع كليني، مباراه اعتقد نزلتها بتشكيله شبه احتياطيه، بالفعل احتياطيه، كل اللاعبين صغار. من راح يكون قائد بهذه التشكيلة؟ ماتويدي هو يعني نقول أكبر واحد بيهم. سافرة الحكم بداية المباراة، كريم بنزيمة بأرضية الملعب. يا حبيبي كريم 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 كريم، لا لا يا كريم، تالي معاك يا كريم. هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة، لا يصوب، لا يا شباب، هدف أول. الدفاع يخترق من العمق دائما يا شباب. يلا يا بنزيمة، يا سلام، يوفيتش إلى كريم 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 كريم، كرة جول، لا ضاعت ضاعت. ضربة حرة مكان خطر، صعبة صعبة صعبة، بابا جول. لا يا شباب 2-0، تشكيلة الشباب بيها مشكلة. شنو هذا يا بوفون؟ هالك يوصل، كريم 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 كريم، يا الله يا الله يا الله، الكرة الكرة جول الكرة، لا 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 لا، لا غريبة. هذه صعبة هذه صعبة هذه صعبة. بوفون سويت له تغييرات بين الشوطين، امبابي اوزيل وروبينيو نزلوا الارض الملعب. متويدي العب لمبابي، امبابي 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 امبابي، مرر 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 مرر، مسعود مسعود، الله 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 يا الحارس. هالك العب يا هالك، يا سلام، روبينيو روبينيو حطها، الكرة ما دخلت. روبينيو العب لمبابي، امبابي، الكرة جول الكرة جول، هذه شنو يا الله. تشافي تشافي، الضربة الحرة ما جاي تجي، حتى الضربات الحرة اللي كانت بسهولة اسجلها ما صارت تجي. يلا يا هالك يلا يا هالك يلا يا هالك، جول جول، تقليص الفارق، ما يفيد نفسي يا شباب. خلاص خلاص خلاص، خسارة خسارة بهذه المباراة، خسرنا 3 نقاط مهمة على ملعبنا ضد اسبانيول للأسف يا شباب. يا الله على هذه السلسلة الرهيبة، شوف الإحصائيات، الفرص كاملة انه لاعبهم افضل لاعب بالمباراة. وهاي نتائج باقي المباريات، وبرشلونة يفوزون ويصدرون بفارق نقطة واحدة، يا الله قريبين جدا من نهاية الدوري. اسم مباراة النصف النهائي ضد مانشستر سيتي، للأسف تتعثر مفاوضاتنا مع نيمار. ايش قد نعطيكم بعد؟ هذه التشكيلة اللي راح نعتمد عليها ضد نادي السيتي، المباراة على ملعبنا وأمام جمهورنا. أعتقد تشكيلتنا جيدة يا شباب، إن شاء الله نفوز على السيتي. جاي نعاني جاي نعاني كثير كثير، جاي نعاني، الدوري احتمال راح يروح. المباراة بالسانتياغو برنابيو على ملعبنا وأمام جمهورنا يا شباب. أنتوا اللي جاي تشوفون هذه أو وصلتوا لهذه اللحظة معي بالحلقة، أسألكم سؤال، غيرت أسلوبي في هذه الحلقة، ما أدري انتبهتوا عليه ولا لا، تعليق، أو صرت ما أعلق نهائيا، وأنا أصلا هي كانت ردة فعل، بس هسه نهائيا صار مجرد كلام عادي على المباراة. هل أسلوبي في هذه الحلقة أفضل أم الحلقات الماضية؟ يا ريت تكتبوا لي بخانة التعليقات وأشوف آرائكم بهذا الجانب، أو تردون حلقة تعليق حلقة بدون تعليق، يعني حسب رأيكم. أهم شيء أريد القناة تتطور، أريد القناة نوصل أسرع وأسرع إن شاء الله ل100,000 مشترك. إذا أنت ما مشترك يا صديقي اشترك بالقناة. يلا مباشرة صافرة البداية، يوفيتش يلعب إلى كيليان إمبابي، إمبابي 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 يلعب ليوفيتش، يلا يلا روح روح جوردي، ألبا ألبا ينطلق، يلا يا ألبا يلا يا ألبا، عرضية عرضية عرضية، توصل جول، لا الحارس. ديونغ والضربة الركنية، يلا بالراس يوفيتش، يوفيتش يضرب، الكرة عالية وعدت عدت يا داني ألفش ألفش، سريع سريع سريع، عرضية يلا بالراس، الكرة جول الكرة جول 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 جول، أخيرا أخيرا هدف أول عن طريق كيليان مبابي. آه يا روبرتو كارلوس قد تعبنا بهذا الموسم، يا الله يا شباب، مع ريال مدريد خطة الشباب التعب جدا، التعب التعب يا حبيبي، خبرة ماكو، الخبرة قليلة. داني ألفيش عرضية ولا أروع، توصل على راس يوفيتش يضرب، الحارس يخطأ والكرة تدخل للشباك. هذه عرضية صعبة صعبة صعبة، إلا هدف في مرمانة، إلا هدف في مرمانة على ملعبنا. ضربة حرة عن طريق إنسيني، مو على كازياس مو على كازياس يا حبيبي، مو على كازياس. ديمبلي ديونغ يلعب، يا سلام، إلى جوردي ألبا، ألبا ألبا يتقدم، يرجع إلى ديونغ، مرر 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 إلى عثمان، ديمبلي على القائم البعيد، يا ديمبلي يلا يلا إمبابي يلا إمبابي يلا إمبابي، اقتلهم 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 اقتلهم، لا هذه ليش
هذه ليش 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 بهذا الشكل يا شباب؟ ليش تضيع؟ خلينا ننزل رياض محرز، رياض سريع جدا، راح ننزل هازارد بدل يوفيت، نيني راح انزله بدل داني الفيش، وراح يكون فاران على الطرف. انطي الكره هازارد، هازارد الى مبابي، مبابي الى هازارد، هازارد 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 هازارد، الله 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 الله، جول جول، با 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 با. لا 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 يا هازارد. سلام روبينيو الى مبابي، العب مبابي على الطرف الى جوردي البا، البا الى روبينيو، مبابي، جول جول، الله. خلاص 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 خلاص، على ملعبنا 2-0. حلوه على ملعبنا 2-0، حلوة يا شباب. شوف الإعادة، التمريرة جوردي ألبا، روبينيو ما وصلت، لو وصلت لمبابي حط هذا الشباك مباشرة، هدف الفوز هذا يا مبابي. لا 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 لا، إلا هجمة مرتدة، احنا فايزين يا شباب، وصير علينا هجمة مرتدة، هذه جريمة. يلا 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 يلا، اخ اوبا اوبا، خلاص صافرة الحكم، نهاية المباراة، مباراة الذهاب على ملعبنا 2-0، نتيجة قوية جدا، أهداف كيليان مبابي. طبعا هذه النتيجة ممكن تأهلنا يا شباب، بس لازم ما تصير علينا رومونتادا، توقعون تكون رومونتادا على مدريد صعبة صعبة جدا، راح ننزل بتشكيلة جدا قوية إن شاء الله بالإياب. هذه إحصائية المباراة، كانت تمريرات أكثر واستحواذ بسيط أكثر للسيتي، وأفضل لاعب أكيد كيليان مبابي هو الأفضل، أكيد إحنا نريده هو. الأرسنال يفوزون على ليفربول 4-0، نتيجة كبيرة جدا، ممكن النهائي يكون ضد نادي أرسنال. خلينا نشوف جدول المباريات للحلقة القادمة، الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني ضد سوسيداد، راح نلعب ضد السيتي الإياب، ولا لا لا بعدنا بعد 3 جولات يا شباب، وعندنا مباراة كأس أيضا، ونهائي الدوري الإسباني ضد ألفيش. هذه المباراة نسوي لها سكيب لو مهما كان، حتى نلعب ممكن نهائي دوري الأبطال، فإذا ممكن، إي نعم ممكن نلعب نهائي دوري الأبطال إذا وصلنا بهذه الحلقة 4000 لايك، فوصلونا 4000 لايك يا شباب حتى نلعب الحلقة القادمة 5 مباريات إن شاء الله. ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات، وخلي نوصل بهذا المقطع أكثر من 4000 لايك. وهذا هداف الأبطال حاليا مبابي، صار عنده 5، كيف صار عنده؟ يعني كان عنده هدفين وأنا ما منتبه له، أو 3 أهداف يا شباب كان عنده. أوكي، يعني صار عند مبابي 5 أهداف، ممكن يكون هداف الأبطال كيليان مبابي. هداف الدوري ميسي 26، سبق مبابي ويوفيتش. يا الله يليو، صارت علينا رومنتادا بالأخير يا شباب من برشلونة، راح يأخذون الدوري، راح يأخذون هدافين الدوري. المهم ضغطوا لك شرق وانا فعل زر التنبيهات، إن شاء الله موعدنا بالحلقة القادمة، ممكن نطلب نيمار، كتبوا لي بالتعليقات تردون نيمار بدل هازارد، وبس في أمان الله.